كمل معاكم الصور الايجابيه عشان وقت البرنامج. مستشفى الدكتوره سعاد كفافي عملت حاجه لان هي تبع جامعه. معانا الدكتور عمرو البسطاويسي يقول لنا المشاركه المجتمعيه حملت 100 مليون صحه، يا ريت كل الجامعات تعمل كده، سواء الدوله بتكلم عليها تعمل عمليات ناخد ارقام نطلعها للناس، وايضا الجامعات الخاصه لو عندها قدره. ده دور مجتمع جميل بحيي عليه مستشفى الدكتوره سعاد كفافي. دكتور عمرو البسطاويسي بقول لك اهلا بيك، وهو ده احكي لنا انتوا شاركتوا ازاي في حمله 100 مليون صحه. واول حاجه كل سنه وانت طيب ونسبه عيد ميلادك. كل سنه طيب، عيد ميلاد برنامج. كل سنه طيب يا دكتور. نادي البرنامج، ايوه. وهو بس تصحيح بسيط، هو احنا مش في حمله 100 مليون صحه. انت شاركتوا بمشاركه مجتمعيه، يعني هي الدوله كلها لما بتعمل حاجه كل الناس بتشارك معاها. لا يا فندم، احنا مبادره السيد رئيس الجمهوريه اللي هي مبادره حياه كريمه. مبادره حياه؟ حياة كريمة. تمام. جمهورية حياة كريمة، احنا استجبنا، احنا أول مستشفى تستجيب لمبادرة السيد الرئيس. السيد الرئيس دعا إلى مبادرة حياة كريمة، والفلسفة بتاعتها إن كل المؤسسات القطاع الحكومي والمدني كل واحد في استطاعه يحاول يخفف العبء على المواطنين. ففي بعض رجال الأعمال في بعض القرى بنوا مثلا جسور على السرع. ناس ساهمت في جمعيات خيرية أو ملاجئ للأطفال إلى آخره. احنا بالنسبه لنا كان الموضوع سهل جدا جدا، لان احنا في القطاع الصحي. مستشفى كفافي هي مستشفى جامعي يتبع كليه الطب البشري، واحنا لنا باع طويل في خدمه المجتمع بشكل جميل جدا. انا بتابعكم يا دكتور، ورحت انتوا في اسوان وفي في في سينا كمان، الاسماعيليه. عاوز حضرتك تقول لي ارقام، يعني انتوا عملتوا ايه وبسرعه بس عشان الوقت. هو احنا طبعا في القطاع اللي عندنا الوحيدين اللي عندنا مستشفى ميداني بننفذ بيها فواصل طبيه. تمام. لكن بالنسبه لمبادره حياه كريمه، ايوه، ننفذ الخدمات الطبيه داخل مدينه 6 اكتوبر في حرم المستشفى الجامعي نفسه. يعني انتوا هنا ما خرجتوش بره زي الحملات اللي بتعملوها بره يعني؟ المره دي كله جوه مدينه 6 اكتوبر. تمام. احنا عملنا خدمات طبيه مجانيه لمده شهر ونص، من 15 يناير الى نهايه فبراير، استجابه لمبادره السيد رئيس الجمهوريه. تمام. الحمد لله احنا لغايه الثلاثة اللي فات كده أتمينا أول 3 أسابيع من مبادرة السيد الرئيس، ونفذنا 32,569 كشف في كل التخصصات. تمام. عدد الحالات اللي تم تحويلها دخول المستشفى في قائمة انتظار 2294. تم دخول 320 مريض، وتم إجراء 282 عملية جراحية، ودخول 38 مريض للعلاج الطبي. بتعملوا بقى الأشعة والتحاليل والحاجات دي مجانا يا دكتور ولا؟ الأشعات مجانا، والتحليل مجانا، والعمليات الجراحية مجانا، والعلاج داخل المستشفى كله مجانا لمدة شهر ونص. يعني احنا لما يكون عندنا حالات اللي هي ويتنج ليست هتخش للمستشفى للدخول 2300 حالة تقريبا في أول 3 أسابيع، وفاضل لنا 3 أسابيع، احنا إن شاء الله هنتعدى ال 5000 حالة ويتنج ليست. مصيبة. هنكمل كل فيهم بعد 28 فبراير، لا يمكن ان نخلصهم دلوقتي. اللي بندخله على طول بسرعة الحالات الإمرجنسي المستعجلة. اللي هي ما لا تحتمل الانتظار. بس انت جالك طبعا من القرى او من المراكز اللي حوالين 6 اكتوبر في الجيزه، يعني في انحاء الجمهوريه. انحاء الجمهوريه. لان طبعا سمعه المستشفى من القوافل معروفه، فاول ما اعلنا عن اشتراكنا في مبادره السيد رئيس الجمهوريه على طول العينين بقوا يجوا لنا من جميع انحاء الجمهوريه، وبيجوا اتوبيسات كمان. ما شاء الله، يعني هي دي مبادره طيبه وجميله، ويعني اتمنى ان احنا بنقدم في البرنامج نماذج، بنقدم في البرنامج ورده حلوه من اجل مصر، يعني اتمنى تكرارها. ولو كلمه اخيره حضرتك عاوز تقولها او تطلب حاجه عاوز تقول ايه؟ بعد نهايه اشتراكنا في مبادره السيد رئيس الجمهوريه حياه كريمه في 28 فبراير اخر ميعاد للشغل بتاعنا. تمام. هتستمر مبادره السيد الرئيس نجوب بيها انحاء الجمهوريه باستخدام مستشفى سعاد كفافي الميداني المكون من 3 تريلات عليهم غرف حمامات متنقله ونظيف جهاز هضمي وكل ادوات التشخيص، 31 خيمه. هنطلع ان شاء الله في مارس اللي جاي، هنروح لوحات الدخله ان شاء الله عند اللي هو محمد زمروت محافظ وادي الجديد، وبعد مارس في ابريل في اعياد تحرير سينا هنطلع قافله مزدوجه، هنطلع مع الجيش الثالث في السويس في حي الجناين، وده من الاحياء اللي هي في اشد الحاجه للخدمات الطبيه. تمام. وبعد مباشره احتفالا برضو باعياد تحرير سينا هنطلع شمال سينا في قريه الخربه في دير العام ان شاء الله. بشكرك دكتور عمرو البسطاويسي نائب رئيس جامعة مصر لعلوم التكنولوجيا، شكرا ليك، شكرا لكل واحد يخدم بلدي. بلدنا محتاجة يا جماعة اللي احنا نغير فكرنا ونخدم ونعمل، بنشوف مبادرات كريمة من الدولة، من رئاسة الجمهورية. لازم كل القطاعات تشتغل أكتر.
ده اهالينا وناسنا محتاجين كده.